صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. يا صباح الخير لكل حدا بلش أسبوعه الجديد معنا عبر شاشة سما الفضائية. عم نطلع عليكم آية وأنا لمدة ساعة ونص من الوقت ونرافقكم مع ضيوف متخصصين بفقرات مختلفة. صباح الخير يا آية. صباح الخير لألك ورد وصباح الخير لألكم مشاهدينا. يعني عم نخلص شهر شباط، هذا الشهر خفيف لطيف دائما بيمشي بتلاقيه بسرعة وخلص بسرعة، تنفوت بشهر ثلاثة ونشوف كيف رح يمرق. بس هو شهر واحد اللي علق، يعني أي 31 يوم متفق عليه بأنه عن جد كان عم يمشي كثير على البطيء، بس إجا يعني عوضنا شهر شباط. فإن شاء الله يا رب أيامكم كلها بتكون خير وسعادة ونهاركم اليوم بيكون هيك مثل ما بتكون. وطبعا صباحنا نحن ما بيبدا بدون شيف راني واكيد اطباقه. يسعد صباحك شيف. يسعد صباحك يا شيف. يسعد صباحك ورد. تعودنا يوم السبت في عنا طبق حلو. طبعا كل عنا كل يوم سبت عنا طبق حلو مثل هالجو الحلو. شو محضر اليوم؟ اليوم محضرين حجار القلعه او مبروشه، يجوز الاسمين. هاي بناء على طلبي انا. طبعا طلب لبيك لك طلبك. هي من الساحل السوري اكثر شيء تماما تنعمل حجار القلعه. رح نشوف طريقه تحضيرها ومقاديرها معك من بعد شوي يا شيف. شكرا كثير. ميرسي. شكرا ورد. بنسمع كثير بيقولوا بانه الفواكه اكيد مهمه كثير للجسم، واغلب الناس بيحبوا يمكن اوقات ما ياكلوا وانما يشربوها كعصير على الريق، بس معقول يكون اختيار هذا الوقت بالذات مو صح وتتحول سوري هي الفوائد لأضرار؟ هاد اللي رح نخبركم اياه بهالتقرير. للناس أذواق كتير باختيار الأصناف يلي بتحب تبدأ فيها صباحها، فالبعض بحب أول ما يصحى يأكل مباشرة، والبعض الآخر بيفضل يبدأ بكوب من المشروبات مثل المي الدافية، القهوة مع قطعة بسكويت أو نوع من أنواع العصائر. باعتباره مشروب بيحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة مثل الفيتامينات والمعادن اللازمة لصحة الجسم، لكن على الرغم من فوائد العصير اكتشف خبراء التغذية انه تناوله على الريق عادة غير صحية لانها بتسبب ارتجاع بالمري ومشكلات بتعيق حركة هضم الطعام يلي ممكن يتناوله الفرد بعده وتقليل من نشاط المعدة اضافة لرفع معدل السكر بالجسم. وحددوا توقيت مناسب لشرب العصائر مع الوجبات لتجنب حدوث بعض المشكلات، فحسب الدراسات من الأفضل استبدال القهوة على الريق. أما العصير ممكن أنه يؤخذ كوجبة خفيفة بين الفطور والغداء، وإذا كان الشخص بيمارس الرياضة بانتظام يفضل تناول كوب قبل التمرين بفترة قصيرة للحفاظ على مستوى الطاقة بالجسم. يعني مثل ما شفنا بهذا التقرير حتى الفواكه لو حتى كانت مفيدة إلا أنه تناولها بوقت غلط ممكن يكون ضار. كل شيء له وقته، ووجود أصدقاء بحياتنا بشكل عامل دعم إيجابي ودافع لتحسين صحتنا النفسية والمعنوية. بس بهالأيام مو سهل أبداً نكون صداقات جديدة، طباع الناس تغيرت شوي، الحياة وعجقتها بعدت الناس عن بعض البعض، يعني صرنا نعد للألف مثل ما منقول قبل ما نقرر نتقرب من أي شخص أو حتى ندخله على دائرتنا الضيقة. فعلاً ورد، يعني في ناس عندهم تسرع كتير كبير بهذا الموضوع، بتلاقيهم فوراً يمكن دخلوا الأشخاص الجداد اللي بيتعرفوا عليهم بتفاصيل حياتهم، وهذا الشيء أكيد رح ينعكس يعني عليهم بشكل سلبي إذا ما كانوا هدول الأشخاص مثل ما نحن متوقعين. 100% يا آية، أكيد العشرة هي اللي بتكشف معدن الإنسان الحقيقي اللي موجود حوالينا، إذا كان هذا الشخص منيح أو حتى ماله منيح. على كل حال هاشتاقنا لليوم طرحنا من خلاله السؤال التالي: بتاخد وقت لتنسجم مع الأشخاص الجدد ولا بتقرر إنه
تقربهم بسرعة من دائرتك الضيقة. شاركونا بكتابة التعليق على البوست موجود على الصفحة، وهلأ رح نروح معكم ومع الكاميرا ونسمع الناس شو جاوبونا لما طرحنا نفس السؤال مع عبير خازم. لما بتعرف على شخص جديد هل بتنخرط فيه فوراً أم تحتاج وقت لتدرسه وتدرس شخصيته؟ لا طبعاً باخد وقت، يعني لازم واحد ياخد وقت بدل ما يفوت بأي علاقة. يعني لا على حسب الشخص. بس أنت بطبعك لا بده وقت أكيد طبعاً. الموضوع ما بده دراسة يعني، بس من خلال شوفه بتعرف شو بيحب بالحياة، يعني طبعه مثل طبعي كذا هيك، يعني بعدين لحتى انخرط فيه ويصير فيه بيناتنا. يعني بدي وقتي لحتى اتعرف عليه، بدي ادرسه شو هو شو كذا، لانه ما كل الاشخاص بترافقوا. بده يكون في حدود يعني، بس باخذ وبعطي معه لحتى اشوف شخصيته هو، بعدين بتوسع اكثر. اذا كان الشخص مريح ففورا بنخرط معه، بس اذا كان في عالم مو يعني ما بتعطيك الرياكشن الصح او بتخليك تتعامل معه، فاجباري حسب الشخص يلي قدامك بتتعاملي. لا بدنا ندرسهم كثير كمان ونجربهم ولفتره طويله كمان حتى تقدري توثقي بحدا بهالزمان. صار كثير اوقات صعبه على فكره. لا بحتاج وقت طبعا لحتى ادرسهم اشوف تفكيرهم اسلوبهم وهيك اكيد. فانت بتضل بعيد لوقت؟ ايه لحتى انه اتاكد منهم اشوف صفاتهم وهيك، بعدين يعني خلص بصيروا انه مثل رفقاتي النظام. عملية تعليم الأطفال مهارات حل المشاكل اللي بيواجهوها أمر بغاية الأهمية. هي المهارة بالتأكيد رح تساعد يمكن الطفل لحتى يتخطى لكثير من العقبات، ويمكن مستقبلاً يقدر يحقق نجاحات. 100% يا آية، والدراسات أكدت على أنه الأطفال يلي تنقصهم مهارات حل المشاكل ممكن يكونوا أكثر عرضة للإصابة بالاضطرابات النفسية. فمهارات حل المشكلات عند الطفل عامل أساسي للتمتع بصحة عقلية ونفسية جيدة. اليوم ضيفتنا الاختصاصية التربوية الأستاذة بيان العيد رح تخبرنا بعض الخطوات العملية اللي ممكن تساعد الأطفال وأهليهم بإملاكهم أو خليهم يكتسبوا هالمهارات لحل المشكلات، وكيف ممكن تتلافى الأخطاء اللي ممكن يقعوا فيها. صباح الخير. صباح الورد يا هلا. يسعد صباحك بيان، واهلا وسهلا فيكي معنا. بدايه بيان، ليش بيحتاج الطفل انه يتعلم مع هي المهاره؟ شو اهميتها سواء على المدى القريب او حتى البعيد؟ هلا اول شيء شايفه انت نحن بوضع يعني لا يخلو من المشاكل، سواء كان شخص كبير او سواء كان صغير، لذلك يعني من المفترض نحن نبلش ناسس هذا الشيء من عمر صغير. خلينا اول شيء ننوه بس على مهاره حل المشكلات، هي بترجع للعالم جون ديوي يلي هو ركز عليها انه نعلم الاطفال من خلال التجربه. يعني الطفل لازم يعيش تجربه لحتى يقدر من خلالها يستنتج حل هالمشكله او هالتجربه اللي هو عاشها. هو قسم هذا الشيء لاربع او خمس خطوات تقريبا، انه نحن بنخلي الطفل يشعر بمشكله، مشكله نحن بدنا نضعه فيها. لاحظوا يعني مو بدنا نستنى الطفل ليوقع بمشكله ليتعلم من خطاه. بعد منا بدنا نساعده بانه هو يحدد المشكله شو هي من خلال القول. ليش؟ لانه بعض الاطفال بحاجه لانه هن يليلون او يقولوا لحتى يقدروا الموقف اللي هلا هن وقعوا فيه. بعدها نحن بدنا نبلش نخلي الطفل هو يستنتج حلول، شو الشغلات اللي انت افكار بتعطيني اياها لحتى نحن نحل الموقف اللي نحن هلا موجودين فيه. بعد منا نبلش بقى عمليه الغربال، يعني هالحلول هي بنستبعد منها امور لحتى نركز على حل واحد، وبعد منا بنخلي الطفل يقوم بنفسه بهالحل هاد. لما الطفل ببلش انت معه بتطبقي هالخطوات هي، بلش هو اي موقف بلش بيتعرض له بالحياه بلش بقى خلينا نقول يعني يتجاوز هالمطبات وهالعقبات. اوكي هون حطيناه بتجربه معمليه قبل ما يروح الحياه تجرب معه هالامور كلها. طيب تمام. من اي عمر بدنا نبلش هالتجارب مع الطفل؟ طيب هلا اول شيء خليني اقول لك من نحن لما بيكون البيبي عندك عمر اشهر بإمتى أول موقف ببلش يخاف أو يحس إنه هو بمشكلة؟ لما بيكون نحن لسه البيبي ما له قاعد منيح، عم بلش يتعلم على القعدة، بلش بقى يزحط، يحس حاله بنسميه زوال ما يستند إليه الطفل أو الرضيع. لما بلش يروح الشيء اللي هو عم يستند عليه، هون هو بده يبلش يدافع عن نفسه، بده يبلش يبكي أول شيء عيط ليحسسك إنه أنا بخطر، وبعد منه بده يبلش بقى يحرك إيديه، يحرك رجليه. تخيل هذا الموضوع الفطري عند الطفل من عمر صغير. بعد منه بقى نحن بيجي دورنا نحن بقى نبلش
نحط الطفل بمآزق لحتى هو يبلش يطلع حاله يطلع بقى منها. مثل مثلا عندك بعمر ما قبل المدرسة بعمر الروضة من 3 سنين لست سنوات، نحن هون في أنشطة منقدمها للطفل. يعني مثلا عندك المتاهة، يعني كلياتنا هدول حل المتاهة، طبعا هي مستويات ناخذ أضعف مستوى بنحط الطفل فيه، هذا أنت عم تعلم الطفل أنه هو لما بنقول له يلاقي حل. إيه مثلا خلي مثلا توم يوصل لعند جيري أو هالأمور هي البسيطة، بتخلي الطفل هون عم يلاقي حل. هي أول شغلة. ثاني شغلة عنا بنهج المونتيسوري، في كتير أمور بتخلي الطفل هو يتعلم من الخطأ اللي هو عم يرتكبه. يعني في عنا أدوات إذا الطفل حط فيها مثلا قطعة بدال قطعة ما عاد تشتغل معه الأداة، هو لحاله بدون ما أنت تقلي له بيعرف أنه أنا في عندي هون خطأ. يفترض أنه أنا لازم أصلح هذا الخطأ تبعي. أنت هون شو مهمتك؟ بتكوني أنت فقط عم بتوجهي لهالأمور هي اللي هو عم نحن هون كل هذا الحكي عم نحكي. هو الولد لساته بعمر صغير، لسه يمكن ما اختلط بشكل كتير كبير مع الأشخاص اللي حواليه. بس هون بتصير بقى رحنا لمرحلة خلينا نقول تانية، لما الولد بده يدخل خلينا نقول للمدرسة. حلو. بعد شوي هيك يكبر. حلو. شوي شوي. حلو. خلينا نحكي كيف هون بيقدر، إذا الكبير أوقات بتلاقيه عنده مشكلة بأنه يقيم المشكلة اللي هو فيها ويعرف يواجهها. الطفل كيف نحن ممكن نعلمه كيف يقيم المشكلة ويلاقي الطريقة المناسبة ليواجهها؟ أول شيء أنت بدك تبلشي تفتحي محاور مع الطفل، حوارات، وتبلشي تحطي له فيها هالأفكار هاي. يعني مثلاً هعطيك تجربة عملية أنا مثلاً بعيشها مع بنتي. أنا مثلاً كأم عندي بنت هلا بصف الثالث، بخاف مثلا بيوم من الايام ترجع من المدرسه ما تلاقيني من البيت. انا بحاول هيئه لها الموقف انه ماما لنفرض انت بيوم من الايام رجعتي ما لقيتيني بالبيت، شو بتعملي؟ ما معك مفتاح، انت شو بتعملي؟ بلش خليها بقى تعطيني اقتراحات، بلش تعطيني حلول. لنفرض مثلا انت ماما رحتي مثلا بيوم من الايام على المدرسه ما لقيتي كتابك معك، انت شو بتعملي؟ لنفرض وصلتي انت على المدرسه سندويشتك ما كانت معك، مقلمتك ما كانت معك. لما انت بتبلشي تحطي هالافكار هي للطفل، طبعا هذا الشيء بده يكون في وعي من المربي اللي هو مسؤول عن الطفل. هذا يكون لازم يكون في تكامل بين الأم وبين المدرسة. يعني لما الأم عم تحط طفلة بهيك مواقف، كمان المعلمة لازم تبلش تخلي هيك مواقف عند الطفل. هون بيصير في عصف ذهني عند الطفل بأنه هو يبلش يقترح عليك حلول، بحيث لما هو يوم من الأيام هو حتما رح يتعرض لهالموقف هذا. لما بده يتعرض له هو شو عامل حوار مسبق مع ماما أنه أنا فعلا إذا أنا رجعت على البيت وأنا ما لقيت حدا بالبيت أنا شو لازم أعمل؟ بيرجع لهالحوار هذا وبلش يلاقي الحل، يسترجع افكار. حتى ممكن مثلا بعض المواقف انت مثلا تخلي الطفل هو يتحمل مسؤوليه. يعني مثلا ماما انزل جيب لي مثلا، هلا نحكي على الذكور مثلا او حتى على البنات، انا بحب من عمر صغير يحملوا مسؤوليه، انه جيب لي مثلا هالشغله هي من السوبر ماركت، انا اعطيته مبلغ معين من المال ما كفى هذا المبلغ. هون يفترض انه هو بقى، يعني انت مثلا محاورتي انه شو نحن لازم نعمل لما انت بدك توقع بهالمأزق هذا. هل مثلا ممكن تخلي الاغراض وترجع لعندي على البيت مثلا تاخذ باقي المبلغ، او ممكن اذا الزلمه بيعرفك تخلي مثلا انه تقول له مثلا رح اخذهم برجع بكمل لك. لما انت حطيت الطفل بهيك مواقف هو اوريدي بقى بلش يتهيئ لمشكلات تماما. اكبر ممكن يتعرض. يعني كل اللي عم تحكيه لحد الان استاذه بمهارات حل المشكلات يعتمد على وضع الطفل بمأزق ولاقي حل. طبعا في غلط كتير كبير من وجهة نظري الأهالي بيرتكبوه ما بيفوقوا على حالهم لبعد عمر متأخر، إنه ما بيخلوا الطفل يقع بمغزق. أنا تمام. جبت هذا الولد على الحياة لحتى تمام. أمن له كل شيء، حتى تمام. ما عايزه لحدا، كل شيء انحرمت منه أنا بطفولتي أو حتى تمام. بحياتي بدي عوض ابني عنه. تمام. شو الغلط اللي ممكن يربى الطفل عليه هون وأثر السلبي عليه؟ والله هذا غلط كتير كتير كبير، ويفترض أنتوا صرتوا كتير سمعانين فيه. إنه نحن هلأ بنلاقي الأم مثلاً إذا مثلاً تأخر باص المدرسة على ابنها، هي بدها تلبسه الحذاء، هي بدها تحمله الشنطاي، هي بدها تضب له علبة الطعام تبعه مثلاً، والطفل مأمن خلص. يعني أنا في مين حامي يحل لي مشاكل؟ أبداً. أكبر مشكلة بتقول لك يا الأمهات ما عم يفيق معي على المدرسة، كتير بيعذبني. طب هل مثلاً وظائفه بتلاقيها عندها استعداد هي تكتب له الوظائف كرمال ما يروح ياكل خناقة من المعلمة؟ طب نحن ليش ما نخلي الطفل يتعلم من العاقبة؟ شو يعني؟ يعني أنا طفلي مثلاً قصر بكتابة واجباته شي مرة من المرات يروح على المدرسة يأكل خناقة. ليش؟ نحن بعمر صغير لحد عمر الابتدائي أو الإعدادي الأمهات عم بتكون قادرة أنه هي تكتب أولاد الوظائف وتعمل البرامج وكل شيء. أنت عم يجي الطفل يوقع سنوي. بمطب الثانوي هون المنهج صعب صار على الأم، بيجي بقى الطفل صار ما عاد عنده خليني أقول لك اعتماد على حطوا لي دورات
دورات أساتذة خصوصي وهلو مجرة من هالأمور هاد، وبنفس الوقت بضل بيحسس لأهل إنه أنتم مقصرين معي، أنا ما لحقت، أنا ما بعرف. طب هذا الولد لما هو وقع بخطأ من عمر صغير، الخطأ بسيط يتدارك. يعني إذا أنا اليوم بيوم من الأيام ابني نسي كتابه لأنه هو ما عمل برنامجه بطريقة صحيحة، راح على المدرسة رسمالة كان خناقه، بس لما هو صار مثلا بعمر الثانوي هو راح، لما هو نسيان كتاب معناته هو في درس مهم، لنفرض ماده مهمه فيزياء رياضيات فلسفه، راحت عليه معناته هو بلش يتشتت بلش يقصر. لما انا بخلي ابني من عمر صغير يتحمل هالمسؤوليه هي، ولو كانت هيك فيها فركه اذن بسيطه موقف من الحياه، نحن الكبار بنوقع بكثير مواقف وبتعلمنا فيه، خليه من عمر صغير يتعلم حتى هو يخفف هالاعتماديه هي. يعني اخطاء الاهل كثير كبيره بهذا الموضوع. اذا بتلاقي الطفل ما اكل، الام هلا صارت عم بتدور وراه بجميع انحاء المنزل لحتى الطفل يقدر ياكل صحنه. طب خلي الطفل شوي لحتى هو يجوع، لحتى هو يطلب الاكل، مره على مره بينتظم غذائه. نحن اليوم بدنا نخفف بقى شوي هالاعتناء او هذا بنسميه خليش المسؤوليه الطفل. الرعايه المفرطه هذا يعني هذا خط احمر بالتربيه. بعدين يمكن لما بيكبر، لما بنلاقي مثلا شاب او صبيه عمرهم مثلا 25 ولحد هلا مثلا هن ما لهم قدرانين يعتمدوا على حالهم، ما قدرانين يلاقوا مشاكل لحالهم، دائما معتمدين على اهلهم. والاهل دائما يعني مثل ما كلنا بنعرف يعني الاهل بمرحله من المراحل هن خلص يعني الولد يتصرف لحاله. فهو هون يمكن المشكله الكبيره بتصير لما الواحد يكبر، كيف بده يعالج انه هو ما عنده مهاره حل المشاكل بحياته. تمام، هي من اهم الامور. يعني احنا مثل ما بنعلم الطفل الكتابه وبنعلمه القراءه، بس في شغلات مهارات حياتيه هو بده يكتسبها. طب هو منين بده يكتسبها؟ اذا ما اكتسبها من المجتمع المحيط او من المجتمع الاقرب له. يعني احنا دائما الاسره بنسميها الحلقه التربويه الاولى. يعني اذا انت اليوم الام والاب ما خلينا الطفل يعاصر شوي مع معتركات الحياه، عم ينشا عنا شوي جيل لا مبالي. يعني كل ماله عم يرخي حباله على اهله اكثر. تمام 100%. طيب ختاما شو ممكن نعطي نصائح لكل الاهالي اللي عم يتابعونا اذا كان عندهم طفل او طفله نوعا ما بدي اقول متخلفين بحل المشاكل، ولكن هن مقصرين بهالناحيه؟ اول شيء خلينا شوي نحن كاهل نقوي قلبنا. يعني مو غلط اليوم انه انا ابني ينحط بمشكله. يعني مثلا اذا انا اليوم انا بخاف انه انا فعلا ابني يرجع من البيت وانه ما يلاقيني بالبيت، انا خليني اكون بعيده شوي او بمنطقه مراقبه انا الطفل فيها. هي عم بعطي مثال مشان يكون اوضح، مراقبه انا الطفل فيها هو شو لازم يعمل. لنفرض انا اليوم مثلا ابني انا طلعت مثلا على وظائفه، كان هو نسيان شيء معين، خليني مره من المرات انا اتركه يروح واتركه يتعلم من خطأه. متى ما انا قويت قلبي مره كأم، الطفل بيصير مره على مره هو بيتعلم من خطأه. ان شاء الله بنتمنى الصحه النفسيه والجسديه لكل اطفالنا واهاليهم. شكرا كثير لوجودك معنا، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيكم، يعطيكم العافيه. يعني بيومنا الحالي كثير قليل نلاقي طفل بعيد عن التكنولوجيا، يعني سواء كانت الموبايلات الايباد او يعني اي شيء يتعلق بالتكنولوجيا كلها يلي بتحمل معها الكثير من الفوائد اللي دائما ما بنحكي عنها، لكن بالمقابل اكيد في اضرار وسلبيات يعني بحال تجاوزت الحدود. فشو هن هالاضرار والسلبيات؟ رح نخبركم بهالتقرير. بالوقت يلي التكنولوجيا غزت فيه العالم وما تركت لا كبير ولا صغير إلا ودخلت بحياته، وصار من المستحيل ما نشوف طفل إلا وبيستخدم هاتف أو آيباد أو كمبيوتر. ويمكن منشوف هالصغار بيفهموا باستخداماتهم أكثر مننا نحن الكبار. يا ترى هالشي بيؤدي لخطورة بتربية ونشأة حياة الطفل؟ أبحاث كتيرة ناقشت هالموضوع بين الآباء والأمهات عن سلبيات وإيجابيات التكنولوجيا للأطفال، وكان من بين هالسلبيات التوحد، العزلة للطفل، وأضرار صحية وانفتاح غير محدود. وبنفس الوقت ناقشوا بموضوع الإيجابيات يلي بتحفز الطفل على التعليم إلكترونياً وبيطور مهاراته. ولحتى نحد من خطورة التكنولوجيا لازم نخصص وقت مع العيلة بدون تكنولوجيا، ولازم يكون في شروط لاستخدامه. لهيك
من الجيد أنه نحث أطفالنا على التفكير واختيار الأنسب ونساعدهم بتحقيق أهدافهم ونطور ذاتهم، ولازم نعلم الطفل أنه كل شيء بالحياة فيه السلبي وفيه الإيجابي، والأهم كيف يستفيد من الإيجابي ويستثمره بالطريقة الصحيحة ويبعد عن السلبي لحتى ما يأثر عليه. لعند الشيف راني ونبدا طبق الحلو لليوم، تفضل يا شيف. شكرا ورد، يسعد صباحكم. طبقنا لليوم هو مثل ما حكينا حلو مبروشه او احجار القلعه. هلا حنشوف مع بعض المقادير: طحين، سكر، زيت، بيكنج باودر، فانيل، برش ليمون، بيض، كاكاو، زبده، وعندي سكر بودرة للزينة وزيت لدهن الصيني. هلأ حنشوف مع بعض، هلأ رح ننتقل لعملية تحضير طبق اليوم. هلأ أول عملية حنعمل، نحن حنخلط البيض مع السكر. طبعا مثل ما تعودنا نحن دائما نكسر البيض بيضة بقلب زبدية على جنب مشان نحن نكون حذرين ما ينزل قشر أو ما ينزل بهالشكل. ننزلون أو بيكون عنا مثلاً، أنا استخدمت اليوم 4 بيضات. على هيك صار البيض عندي جاهز. مننزل السكر. أول شيء بنعمل عملية خفق البيض. بالخفاقة الكهربائية. ومننزل السكر على البيض. شوي شوي. لحتى ينخفق السكر مع البيض بشكل كامل. على هيك السكر والبيض صار عندي جاهز أنا هون لعملية الخفق. بنجهز نحن هلأ لحتى نحط على السكر والبيض برش الليمون والفانيل، اللي هي المنكهات اللي بنحطها نحن على البيض، على أي نوع من أنواع البيض بقلب الحلو أو أي نوع مشان تقتل الزنغ. هلأ مننزل برش الليمون ومننزل الفانيل. هلأ هيك بتساعدني أنا على إعطاء طعم طيب، نكهة طيبة، وبتساعد على أترد الزنغ بالبيض. هلأ هيك عم تمتزج المواد كلها مع بعضها. هلا نحن مثل ما حكينا دائما انه ننزل بالمواد السائلة اول باول، يعني خلطنا البيض مع السكر بنخليه يخلط تقريبا، ينخلط تقريبا دقيقتين لحتى بس اخذ المفعول اللي بدي اياه انا. بنخفف كنا شوي. اوكي، هلا بننزل بالزيت على البيض المخفوق. هلا مثل ما نحن نخفق البيض والسكر مع بعض بشكل جيد، نحن كل ما خفقنا بشكل جيد كل ما اخذ مفعول كثير منيح لحتى يصير في عندي انا انتفاخ بالعجين او يعطيني المفعول الممتاز. هلا بننزل الزبده كمان شوي شوي على الطبق. على هيك كل المواد السائلة صارت عندي أنا بقلب الخفاق. نحن هون عنا البيكنج باودر بنحطه مع الطحين وبنخلط، نخلطه بهالشكل.
هلا نحن بنخلي المواد عندنا هون تختلط مع بعضها. طبعا بنكون نحن مشعلين كمان الفرن عندنا على درجه حراره 180 لحتى يحمى مزبوط. هلا هيك نحن بصير عندنا كل المواد جاهزه، منطفي الخفاقه نرفعها ومننزل الطحين بالتدريج نصف الكميه. نحن مشان ما يصير، مشان وقت بتختلط المواد كلها مع بعضها ما يصير الطحين يتناثر على اطراف الخفاقه، نزلنا نصف الكميه. بنرجع بنشغل شوي شوي، بنخفف الخفاقه ومنشغلها، يعني منصير نقوي نحن بشكل تدريجي لحتى تختلط أو تمتزج المواد كلها مع بعضها. يعني طبقنا لليوم سهل كتير وطيب كمان. هلأ هيك عم تختلط كل المواد مع بعضها. بحاول أنا ساعد المواد المتجمعة على الطحين. هلا هيك بنخليها تختلط المواد كلها مع بعضها مع الطحين. هلا نحن بالمرحلة القادمة حنقسم العجين قسمين، قسم حيكون لون ابيض وقسم حنحط له كاكاو، وحنستخدم للحشوة مربى المشمش وللزينة سكر البودرة. هلا بننتقل لعند ورد وآية لنتابع باقي فقراتنا وبنرجع لكم. يعطيك العافية شيف، شكراً كثير لك شيف. ضمن احتفالات أعياد روسيا الوطنية أقامت فرقة بحارة أسطول البحرية الروسية حفل غنائي واستعراضي بالمركز الثقافي الروسي بدمشق، وطبعاً هالشي بمشاركة عدد من الشخصيات البارزة من كلا البلدين سوريا وروسيا، بالإضافة للمشاركة الشعبية لعائلات سورية وأيضاً روسية. ورح نشوف مقاطع من الحفل بهالتقرير. الأسرة الموسيقية الفنية الخاصة بأسطول بحر الشمال للقوات البحرية الروسية حفل غنائي واستعراضي بمناسبة الأعياد الوطنية الروسية تحت اسم عيد المدافعين عن الوطن، واللي هو أيضاً عيد الجيش الروسي. وكان هالشي بالشراكة بين السفارة الروسية بدمشق ووزارة السياحة السورية وعدد من الممثلين العسكريين الروس. الحفل كان عبارة عن عرض غنائي للفنانة الروسية آنا اللي قدمت مجموعة من الأغاني الوطنية والشعبية الروسية، وبعد العرض الغنائي تم تقديم عروض من الرقصات الشعبية الروسية بالإضافة للرقصات الخاصة بالبحارة الروس. الحفل كان بيضم عدد من الشخصيات البارزة من كلا البلدين بالإضافة للعائلات السورية والروسية اللي بتربطن الأصول المشتركة. الحفل اللي استمر لساعتين ما انتهى، وهالشي طبعا لانه رح يتكرر بعدد من المحافظات السورية الثانية مرورا بحمص واللاذقية وحلب.
سيريا سمارت شركة رائدة بمجال تصميم المواقع كان لها حضور بارز بمعرض رجال الأعمال وسيدات الأعمال بسوريا. تفاصيل أكثر عن خدمات هالشركة بهالتقرير. المشاركين كانوا عاد داعمين لهذا المعرض. أول شيء بدي أتشكر مشهداني على هذا المعرض اللي عاملينه، ملتقى رجال وسيدات الأعمال يلي عم ينقام هلا. نحن شركتنا شركة لحلول المعلوماتية، عم بتقدم خدمات معلوماتية كاملة من صيانة وتركيب، بالإضافة لعقود دعم فني، تركيب سويتشات، سيرفرات، كابلات ضوئية، بالإضافة عنا جهاز البصمة وأجهزة مراقبة مثل الكاميرات. كان الإقبال الحمد لله كان كتير منيح، تعرفنا على شركات كتير ما كنا ممكن نعرفها، وقدرنا نحن نجمع رصيد من العلاقات العامة اللي بنقدر نتواصل معه فيما بعد. احنا مقدمين عروض لجميع المشاركين بمعرض سيرفكس وبجميع زوار معرض سيرفكس 10% عن خدماتنا. يسعد صباحكم عن جديد. صار وقت نبدأ معكم بفقرتنا الطبية لليوم، وبدنا نحكي عن اضطراب حركي شائع كتير وتحديدا عند الشباب، يلي هو بيتمثل وبتتمثل أعراضه بارتجاف أعضاء الجسم خاصة اليد والصوت. طبعا عم نحكي عن الرعاش الأساسي يلي رح يكون موضوع فقرتنا الطبية لليوم مع الدكتور عمر كشك الاختصاصي بالأمراض العصبية. يسعد صباحك دكتور عمر. صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا فيك. طبياً وفيزيولوجياً شو بنقصد بمصطلح الرعاش؟ إمتى بيكون عرض وإمتى بيكون مرض؟ تمام، الرعاش سيدي هو حركات متناسقة عادةً ذات تواتر ثابت، تصيب عادةً الأطراف غالباً، ممكن تصيب اللسان والصوت مثل ما حكيت الأنسة. إمتى بيكون عرض وإمتى بيكون مرض؟ بصراحة المرض هو بيكون شيء ثابت ومستمر ومتزايد عند بعض الأشخاص. العرض اللي كلياتنا ممكن أحياناً نتعرض له لما نكون بموقف خلينا نقول توتر، لما نكون بموقف جوع مثل ما كنا عم نحكي هلا تحت الهواء، ممكن الواحد ينقص سكره شوي يصير عنده رشفة، فهذا بيكون عرض. المرض بصراحة بيكون بشيء ثابت وبيطلع بطلوع بزيد عادة إذا ما كان مستمر لفترة طويلة. نعم. أما اللي توتر شوي رجف أو انصاب خلينا نقول بنقص سكر رجف، هذا هو فعلاً عرض عابر وليس مرض. تمام. يعني نحن كيف ممكن هون يمكن يختلف الرعاش الأساسي عن أنواع الرجفان الأخرى اللي قد تصيب الأشخاص؟ يعني كيف فينا نعرف ونميز إنه هذا الرعاش؟ هلا إحنا لما بدنا نحكي بالرعاش أو بالرجفان لازم نميز ثلاث أشكال أساسية. في رجفان بصير على الراحة، يعني المريض هو قاعد بصير شائع أكثر شيء الإبهام، اثنين عند مرضى الباركنسون مثل عد النقود بنسميها ظاهرة عد النقود، مثل عم عد مصاري هيك بصير بهمه بيرجف، فهذا اسمه رجفان راحة، مانو شكل من أشكال رجفان الأساسي. رجفان الأساسي هو رجفان عمل، يعني لما بده يجي الشخص بده يكتب، بده يرسم، بده ينحت، بده ياكل، بصير بترجف ايده، عم يقدم قهوه لحدا بترجف ايده، عم ماسك فنجان قهوه بترجف ايده، هذا رجفان الاساسي. بيشتغلوا اعمال دقيقه بيتطلب انه يمسكوا الاداه بدقه ما بيقدروا، بيظهر عندهم هذا. طبعا هلا رح نحكي بعدين هدول رح يتعذبوا كثير بموضوع هذا المرض. الشكل الثالث من الرعاش او الرجفان هو اللي بيجي على الوضعيه، رجفان الوضع اسمه، يعني لما بكون مثبت ايدي بعكس الجاذبيه لفتره بتصير بترجف لو ماني عم بستخدمها بس مثبتها بصير، فهذا اسمه رجفان الوضع. اذا ثلاث انواع هنا، رجفان وضع، رجفان حركه او رجفان عمل بصير عند الاستخدام، ورجفان الراحه. الرعاش الاساسي بصراحه هو بياخذ شكلين، رعاش عمل ورعاش وضع، وليس رعاش راحه. رعاش الراحه هو شائع اكثر عند مرضى الباركنسون. تمام. طيب دكتور، ليش بيصير عند بعض الشباب، طالما ذكرنا بالمقدمه انه بيصير عند الشباب، ليش بيصير عند بعض الشباب حاله من الرعاش اللي ما بيقدروا يضبطوها واللي مستمره لفتره طويله؟ تمام. هلا بفتره من الفترات بصراحه كان هذا المرض يتصنف انه مجهول السبب، لهيك بسموه الاساسي، ولهلا هو بصراحه سببه ما انا واضح تماما، بس في دراسات جديده لما عم نكون في تحليل للدماغ بعد الموت لهدول المرضى عم نشوف في تنكس بجزع دماغ. جزع دماغ هو منطقه كثير مهمه، في نويات هنيك خاصه لحتى تنظم حركتنا، يعني انا لما بدي ارفع ايدي امسك كاسه مي وجيبها واشرب، في منطقه بجزع دماغ غير منطقه القشر، القشر هي اللي عم تسيطر على حركه ايدي وتقول لك قد ايه رح احركها لفوق ولتحت، بس الجزع هو اللي بيسيطر خليني اقول على قد ايه بدي شد
على الكاسة على الدقة تمام. قديش لازم حركها باليونة؟ يعني المريض اللي عنده الرعاش أو اللي عنده باركنسون مثلا ممكن يكون خاصة مرضى باركنسون عندهم صلابة عندهم صلابة بإيدهم، لما بدك تدور إيدهم بتشوف مثل الدولاب المسنن ما في طراوة عندهم، لأنه في منطقة بجزء الدماغ رح ترسل سيالات عصبية ونواقل هرمونية أو خليني أقول هي اللي بتبسط حركتنا، بتخلي حركتنا مرنة، مو مثل الرجل الآلي. الرجل الآلي حركته ما له مرنة، ما عنده هذه المنطقة من جزء الدماغ، بينما الإنسان في عنده مركز بجزء الدماغ لحتى يسهل له هاي الحركة، حتى تكون الحركة كتير مرنة. يعرف قديه بده يضغط على الكاسة، ما رح أكسر الكاسة لما بدي أمسكها، إذا كاسة ورق رح تفلت من إيدي، رح تكون إيدي رخوة. عند هدول المرضى في عنا مشكلة تنكسية بجزء الدماغ، هي اللي بتساوي اضطراب بهي الحركة وبتخلي، حتى لو كانوا شباب بأعمار صغيرة، حتى لو كان شباب يعني هو المرض ببلش عند الشباب بصراحة. هلا بما أنه حكينا عن الأعمار، قد تظهر من عمر المراهقة 15 و16 ولغاية 60 و70، ما في قاعدة ممكن يظهر. نعم بنشوفه عند الشباب أكثر، بس هو تظهر بين ال 15 لحتى ال 70 ممكن يظهر. المين إيش خلينا نقول العمر الوسطي اللي بيراجعوا فيه المرضى ممكن ب 30-35 سنة. بصيب الذكور مثل ما بصيب الإناث، في عامل وراثي. نعم في عامل وراثي، 70% من الأشخاص عم يكون في حدا عندهم بالعائلة في عندهم عامل وراثي حتى عم نقلهم هذا المرض، فهو وراثي بامتياز أكيد. أوكي. حتى في مورثات خاصة بصراحة 3Q13 هي مسؤولة عن طفرة بتصير وبتعمل هذا الرجفان. النسب أحيانا بتقول حتى أكثر من 70%، لأنه ممكن أن أنا أسأل المريض في حدا بالعائلة يقول لا، بس لما الدراسات كانت عم ترجع وتستقصي هي عند أفراد العائلة رح نلاقي أنه لا فعلا في أشخاص عندهم رشفة بسيطة هني ما عم يأخذوها بعين الاعتبار وإنما هي موجودة. في شيء بدنا نميزه بس عن الرعاش الأساسي، بأنه حكينا عن الشباب، الرعاش الفيزيولوجي المشتد. يعني الفرق بيناتهم أن الرعاش الفيزيولوجي المشتد مثل ما حكينا هو نوبي وليس مرضي، يعني هو ما نوشي دائم ومستمر. يعني أنا ممكن هلأ أقعد أتوتر شوي، ترجف إيدي شوي، أهدى، أرجع طبيعي، أرجع طبيعي تماما، تنزل شوي مثل ما حكينا السكر، أرجف شوي، بس هو عادة محرض بالتوتر. الرعاش الفيزيولوجي المشتد هو رجفان محرض بالتوتر، وبظن عند الكل ممكن يصير، ما في حدا منا ما تعرض أحيانا لموقف صار يرجف صوته بقول ما عاد طلع معي حكي، إنه بدي أحكي، عصب توتر بده يحكي ما بقى طلع صوته، أو مو أكل لفترات طويلة أو مو نايم منيح. هي الأغلب بتصير على التوتر بصراحة، لما حدا ما أنه متعود يكون بظرف توتري بيفوت بموقف وبده يعيط أو بده يخانق ما بقى بيطلع صوته، أو صوته بصير ما له مفهوم وبينشف تمه. هذا هو الرعاش الفيزيولوجي المشتد. بينما الرعاش المرضي اللي عم نحكي عنه هو الرعاش الأساسي، هو الرعاش ببلش بصراحة مثل ما قلنا بال 15 يزداد مع الوقت. الوتيرة دوما بتضل ثابتة للأعمار الكبيرة لحتى نصير بال 70 و80 هي الوتيرة بتنزل، هو عادة وتيرته من 8 ل 12 بنسميه رجفان ناعم، يعني هو ما هو رجفان هيك مو هالرجفة، هي رجفان سريع جدا ب 8 ل 12 هرتز تقريبا، بس هو بيكون الدرجة تبعه خفيفة، الرجفة خفيفة بتكون بالأعمار الصغيرة، مع الوقت قد يتطور وتصير الرجفة كتير عالية. أوكي. يعني دكتور يمكن على اختلاف الأعراض اللي كنت ذكرتها واختلاف حدة الرعاش اللي ممكن يكون صاير بالشخص، شو في عوامل ممكن تزيد من حدة هي الأعراض ممكن تدهور الوضع أكثر؟ نعم، هو اللي حكينا فيه بصراحة، زيادة الحرارة، درجات الحرارة وحتى انخفاض درجات الحرارة الشديد ممكن يزيد هي الرجفة، نقص النوم، التدخين، تناول المنبهات بكثرة، القهوة والشاي والنسكافيه وهالقصص، هي قد تزيد عنا الرجفان، لأن معظم هدول المرضى لما بيراجعون قلن خففوا هاي العوامل رح تخف 50% عنكم الرجفة بدون دواء. وطبعا التوتر هو كمان عامل أساسي بيزيد عنا الرجفان الأساسي. تمام. طيب دكتور هون في سؤال، في أمراض تانية بتفاقم احتمالية حدوث رعاش اللي حكينا عنه عند الأشخاص؟ يعني نعم. مثلا ممكن نقول لأنه معه سكري فهو معه رعاش، أو مثلاً لأنه معه ضغط دم فهو معه رعاش. هلأ بيكون دخلنا بتشخيص جديد، نحن الرعاش الأساسي لما بدنا نقول هذا الرعاش أساسي بدنا نكون عاملين تحليل سكر طبيعي، بدنا نكون عاملين تحليل بي 12 طبيعي، نعم بدنا يكون عاملين تحليل الغدة الدرقية طبيعي، جرات الدرق بده يكون طبيعي، إذا بده يكون في عدة عوامل استقلابية نحن دارسينها لحتى يكون طبيعي. وأحياناً إذا هو نادراً هذا الرعاش الأساسي ما يترافق مع أعراض عصبية تانية، يعني مثلاً مثل اضطراب مشي، حدا ما يحس حاله متوازن، بس لما يكون هذا الشيء موجود بحالات نادرة ممكن يكون موجود، لازم نستقصي لسه بمرنان دماغ لحتى ننفي كل الأسباب. فما فيني نقول هذا اسمه رعاش أساسي إلا لما ننفي كل الأسباب. السكري بحد ذاته بصراحة ما بيعمل رعاش أساسي، بيعمل اعتلال أعصاب نعم، بس ما بيعمل رعاش. التصلب اللويحي ممكن يعمل رعاش، فمثلا ممكن تكون أعراض الرجفة هي ناتجة عن التصلب اللويحي، فما فيني نقول هذا اسمه رعاش أساسي إلا لما ننفي كل الأعراض التانية. الأساسي هون رجعنا لجذع الدماغ، إنه ما في أي رجذع دماغ تمام. أوكي. إنه ما عنا مشكلة مرضية تانية مسببة هذا الرجفان.
هلا في داء او مرض اسمه ويلسون كمان شائع كثير بصراحه. هذا داء ويلسون ممكن يقلد الرعاش الاساسي، ممكن المريض يجي بس برشفه، هو شوي نادر هذا المرض، ما هو شائع، كمان في له علاقه بالوراثه بس نادر، لهيك ممكن ما كثير يخطر على بالنا، بس لما نشوف رجفان عم يزيد ما عم يتحسن على الادويه، وفعلا ما في قصه عائليه، انه حكينا القصه العائليه ممكن توصل ل 90%. فلما يكون في قصه عائليه قد نضطر نبحث عن اسباب نادره مثل داء ويلسون. تمام دكتور، يمكن يعني كنت ذكرت هلا من شوي على موضوع بانه الاشخاص اللي حالته النفسيه ممكن يصير معهم مشكله او شيء يصيبهم يعني الرعاش بدرجه معينه وبحاله معينه، هدول الاشخاص دكتور يمكن بنلاقيهم عندهم بصير يعني بياخذوا مهدئات كثير، المهدئات بهي الحاله الى اي مدى ممكن تفيد ويعودوا حالهم عليها؟ يعني بنلاقي ناس خلص انا بعرف حالي هلا بتوتر باخذ حبه مهدئ مشان مثلا ما يصير معي هذا الشيء، على المدى الطويل قد ايه هذا الشيء ممكن؟ لا اكيد اكيد غلط. هلا نحن بصراحه في اشخاص نعم عندهم رعاش اساسي ما له كثير ظاهري، ما له كثير زعجهم، وخاصه اذا كان عملهم ما بيشتغلوا باعمال دقيقه، يعني لا في رسم لا في نحت لا في كتابه، ما بيهمهم كثير اذا كان في رشفه، بيشتغل محاسب بيشتغل شغله ما بتتطلب مهاره يدويه كبيره، فهدول ما بيقولوا انا ما بدي اخذ دواء بشكل دائم. في اشخاص ثانيين مثل ما حكيتي حضرتك ممكن يضطروا يفوتوا للقاء، ممكن يفوتوا يضطروا باجتماع، ممكن بموقف، ممكن حفله، وبهالظروف هي رح يصير عندهم رشفه، هدول ما بننصحهم ياخذوا مهدئات، لا في خطوط ثانيه هي اخف من المهدئات، في حاصلات بيتا بصراحه هي العلاج الاول اساسا وخطنا الاول هي، وفي مضادات اختلاج ممكن ينعطوا، بس حاصل بيتا هو الانسب دائما، ننصح فيه الشخص اللي عنده هيك مناسبه بده ما ترجف ايده بس بهالوقت، يعني هو برات هالوقت متعايش مع هالرشفة، خليني أقول في حاصلات بيتا بيبرانولول هو الخط الأول، ممكن ينعطى بجرعة بين 10 إلى 40 ميلي جرام قبل ساعة أو ساعة ونص من الحادثة أو من الموقف أو من الحفلة، وهي بتخفف له الأعراض، ما في داعي يفوت بالمهدئات أبدا، لأنه المهدئات هي خط خليني أقول لك أخير بالعلاج، وممكن نفضله عند كبار السن كتير لأنه بصير عندهم كمان أعراض اكتئاب وتوتر ولا يتجاوز فعاليته اكثر من 20%. تمام. بينما بنحكي عن ماده مثل حاصلات بيتا البروبرانولول تقريبا بين 70 ل 80% فعاليتها، فنحن عم نحكي عن دواء امن وفعاليته كبيره، بالمقابل عندنا دواء ممكن يعمل اعتياد ويعمل اعراض جانبيه وفعاليته ما بتتجاوز 20%. واعراضه الجانبيه اسوء يمكن تكون من ايجابيته المتوقعه. ما ضل غير متشكرك كثير لوجودك معنا دكتور عمار، وبتمنى الصحه والسلامه لكل المشاهدين عم يتابعونا، اهلا وسهلا فيك. شكرا لحضرتك دكتور، اهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أغلبنا يمكن بيقوم ببعض الأفعال أو الأنشطة اليومية وما بيعرف إنه بعض هالأنشطة ممكن تكون سبب إضعاف الجهاز العصبي وخلايا الدماغ. رح نتعرف على أبرز 7 عادات ممكن تسبب ضرر لجهازنا العصبي بهالإنفوغراف. رجعة جديدة لعند الشيف راني لنشوف مع بعض لوين وصلنا بطريقة التحضير. خبرنا شيف شو عملت بغيابنا. شكرا آية، رجعنا لنتابع باقي طبقنا لليوم. هلا أنا عملت إنه عجننا العجين مع بعض صار جاهز بهالشكل طري، وكمان ضفت الكاكاو للعجين، يعني قسمت العجين قسمين، قسم خليته أبيض والقسم الثاني خلطته مع الكاكاو صار لونه أسود بهالشكل. هلا حنشوف كيف بدنا نحضر العجين بالصينية ولنحطها بالفرن. هلا مثل ما انكم شايفين قلنا نحن القسم الأول من العجين طري، اللي هو القسم اللي حيكون بالأسفل، منشيل شوي ومنمده بصينية الشوي، منمده كله طبعا، ناخد كل القسم شلناه على جنب ومنمده بصينية الشوي بهالشكل. طبعا انا دهن الصينيه بزيت
ابيض او مشان نحن ما تلزق عنا العجين. هلا نحن فينا نستخدم اي صينيه، صينيه مدوره، صينيه مستطيله حسب الرغبه. هلا مدينا العجين بهالشكل، صار ممدود انا عندي تقريبا سماكه نص سنت. هلا لانه نحن حطينا بيكنج باودر حيصير في عمليه انتفاخ وقت الشوي، هيك صارت عندي انا العجينه. هلا مننزل مربى المشمش على العجين. هلا هيك نزلنا مربى المشمش، بنفرده شوي بالمعلقه لحتى ياخذ على كامل العجين. هلا مربى المشمش فينا نحن نستخدم مربى المشمش مطحون او مربى المشمش كامل، يعني ما هو مطحون، في حبيبات. هلا هيك صارت عندي انا جاهزه مثل ما انكم شايفين. هلا نحن بنعمل عمليه البرش، يعني هي جاي منا التسميه، هو المبروشي او حجار القلعه، لحتى هلا بمبرشه بنبرش العجين اللي خلطناه مع بعض هيك على كامل الطبق الحلو. بتشكل عندي حبيبات مبروشه بتشبه حجار القلعه. نبرشها، نحن فينا نقلل الكميه ومنبرشها بهالشكل. بحاول انا ابرشها على كل الصينيه، طبعا ببرشها لحتى اخذ سماكه تقريبا نص سنت. هلا هيك صارت عندنا مبروشه جاهزه، يعني حنبرشها على كامل الصينيه، بنوزعها نحن مثل ما انكم شايفين كيف صار الشكل، مثل ما انكم شايفين كيف صار معنا الشكل. هلا بنبرش باقي العجين على كامل الصينيه وبنحطها بالفرن على درجه حراره 180 لمده نصف ساعه، وبعدين نحن بنقدمها. هلا رح نرجع لعند آية وورد لنتابع باقي فقراتنا، وبنرجع بنشوف الشكل النهائي للطبق اليوم. شكرا شيف، يعطيك العافيه. شكرا، يعافيك. مشاهدينا، بلاقي بعض الناس صعوبة بالاندماج مع بيئات قد يكونوا يمكن محتاجين للوجود فيها، يمكن ورد لحتى يكون عندهم مهمة معينة، عمل معين، أو حتى ليقضوا بعض الأيام الترفيهية، أو يبحثوا عن مكان جديد ليعيشوا فيه وغيرها من الأسباب. لهيك بيبحثوا دائما يمكن عن أساليب وطرق بتساعدهم على الاندماج مع الآخرين ويلاقوا في قبول يعني من الآخرين بالنسبة لهم. اليوم ورد رح يخبرنا مجموعة من التوصيات يلي بترجع لدراسات أجروها الخبراء بهذا الخصوص. 100% يا آية. على كل حال، 6 توصيات ذكروها الخبراء مثل ما قالت آية، وممكن تساعدنا فعلا على الاندماج مع الآخرين. الخطوة الأولى محاكاة سلوك الشخص الذي تتعامل معه، تسمى هالاستراتيجية بالانعكاس، وبتتلخص بنسخ لغة الجسد والإيماءات وتعبيرات الوجه للشخص الآخر. الدراسات بتقول من خلال الباحثين إنه النتائج أدت لحالة إيجابية لدى الشخص يلي عم نحاكي بلغة جسده أو حتى بطريقة حكيه، وقال خلال المشاركين إنهم أحبوا شريكهم أكثر لما كان عم يحاكي سلوكهم. النقطة الثانية المجاملة، إذا وصفت شخص ما بأنه جيد فرح يربطك أيضاً بهالصفات، والعكس صحيح، فالناس دائماً ما بيربطوا الصفات يلي بتستخدمها لوصفهم بأشخاص آخرين أو حتى بتأكد على نقاط بشخصيتهم. المهم تكون المجاملة بحدود وما توصل لتملق. النقطة الثالثة، ابحث عن القيم المشتركة وعززها، فوفقاً لآخر الدراسات الناس بيكونوا أكثر انجذاب للأشخاص يلي بيشبهون وأكثر نفور من الأشخاص اللي ما بيشبهون. النقطة الرابعة، تحدث عن بعض أسرارك إذا كان عنك أو عن غيرك أو عن أشخاص أنت عم تحاول تتقرب منهم وما كتير بيعني لك أنه تذكر، جرب تعطي هنت بسيط عن أسرارك رغبة بالاندماج مع أحد الأشخاص، فممكن تشاركه بمعلومة خاصة فيك مثلاً، فمن المرجح أنه يشعر الشخص أنه قريب منك وبيرغب بأنه يوثق فيك
بالمستقبل بعض الأسرار مو فوراً على بساط أحمدي. النقطة الخامسة، تمتع بحس الفكاهة. وجد الباحثين أنه بغض النظر إذا كان الشخص بيبحث دائماً عن المثالية بصديقه أو حتى الرومانسية بشريكه، فحس الفكاهة مهم على اختلاف طبيعة وشكل العلاقة. آخر نقطة، خلي الشخص يتحدث عن نفسه وعطيه مجال لهالموضوع، فالسماح للشخص بمشاركة قصة عن حياته بدلاً من استماعه لإلك ممكن يعطيه انطباع أكثر إيجابية عن تفاعلك. ونقاط عديدة بتساعدنا للاندماج مع الوسط المحيط، ولكن معظم الناس فعلاً بيحتاجوا لوقت ليتأكدوا حتى لو اندمجوا تماماً. عن جد وردو، يمكن أكثر شيء مرة سمعتها، ما بعرف إذا هي قد إيه صحيحة المعلومة، بس بيقولك حتى لما تكون مثلاً فايت على شغل جديد ما تاخذ فورا رفقات، يعني اعطي نفسك وقت لتتعرف يمكن على المحيط اكثر لحتى انت كمان تثبت حالك للاخرين بشكل افضل. يمكن قال وقتها شيء 3 شهور او شهرين ما بعرف، وبعدين خذ اذا بدك اذا بدك اصدقاء خذهم. طبعا اليوم كنا طرحنا عليكم سؤال هاشتاجنا، وكان سؤالنا على الفيسبوك كمان اللي سالناكم فيه، انه هل بتاخذ وقت للانسجام مع الاشخاص الجداد ولا بتتقرب لهم بسرعه؟ رح نشوف مع بعض تعليقاتكم على سؤال حلقتنا بهالمادة. صار وقت النشاط والحيوية ورياضة الصباح. صباحكم أهلا وسهلا فيكم. اليوم ما تمارين، رح نبلش مع بعض. أحمر، نشد الإيدين لقدام، ثبات، 1 2 3 4 5 6 7، كمان مرة، 1 2، معدتي مشدودة، ظهري مشدود، 4 5 6 7، هلا بطلع، 1 2 3 4 5 6 7 8، كمان مرة، 1 2 3، صدر مفتوح عم يطلع قدام وبسكر، 5 6 7 8، ريح، باخذ مارش بالمكان، إذا رجلي عم يتحركوا مع بعض، 3 4 5 6 7 8، كمان، 1 2 3 4 5 6 7، هلا بدي انزل في تحت شوي، 1 2 3 4، ظهري مشدود، 6 7 8، هلا رح اطلع مرة فوق مرة تحت، 2 3 4 5 6، وآخر تنتين، وآخر مرة، بريح، 2 3 4 5 6 7 8، رح آخذ فوق، 1 2 3 4 5 6 7، عم اشتغل على نفس الرجل مرة تانية، 2 3 4 5 6 7، هلا نفس الرجل رح اخذ خطوه جنب وطلع فيها فوق، 2 3 4 5 6 7، كمان مره، 1 2 3 4 5 6 7 8، وبنتقل على الرجل الثانيه كمان من فوق، 1 2 3، حاول عليها فوق قد ما فيني، 6 7، كمان مرة، 1 2 3 4 5 6 7، كمان باخذ خطوة صغيرة عشان اطلع فيها جنب، 1 2 3 4 5 6،
سبعة ثمانية ثانية واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة والأخيرة بريح باخد نار اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. هلا رح أطلع مرة لقدام ومرة جنب وانتقل مرة لقدام ومرة جنب واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة كمان مرة ثانية واحد جنب اثنين جنب ثلاثة أربعة خمسة ستة قدام وآخر مرة وبريح باخذ نفس لفوق بريح وهيك بنكون وصلنا لنهاية التمارين. بشوفكم بكرة وحلقة جديدة. باي باي. يسعد صباحكم مرة تانية. بتتنوع تصاميم الإكسسوارات بين التقليدية الشرقية وبين المودرن الحديثة، أو ممكن يتم دمج التقليدي بالحديث برابط واحد واللي هو الإكسسوار بأكثر من شكل وتصميم. والإكسسوارات الشرقية رجعت لواجهة الموضة والمحلات من جديد، لهيك رح نستعرض تصاميم عديدة مع مصممة الإكسسوار سمية مارديني واللي صارت آية مرافقتها. تفضلي يا آية وصباح الخير يا سمية. صباح النور ورد. صباحك سمية. أهلا وسهلا فيك معنا. دائما هيك الطاولة بتلاقوها عنا معجوقة لما تكون معنا سمية، بس يعني هي العجقة الحلوة اللي منسميها سمية. قد ما طلع قصص جديدة بالإكسسوار وقد ما هيك لقينا موديلات جديدة وقصص عصرية وحديثة، بيضل الطابع الشرقي إلو هيك يمكن جو الخاص وحلاوته الخاصة. بداية هيك قبل ما نحكي كمان على قطعة قطعة، خبرينا شو اللي بيميز الإكسسوارات الشرقية. هلأ الإكسسوار الشرقي نحن كشرقيين منحبه كتير، يعني إلو طابع خاص عنا لأنه بذكرنا بالشغلات القديمة، بذكرنا بالأجواء القديمة. صح. بالشام القديمة، يعني بتحسي هذا كلياته موجود بالقطعة. أكيد. القطعة لحالها بتحكي الشرقية، يعني ما في داعي أنا أحكي عنها أصلاً. تمام. هي لحالها عم تحكي. الطابع الشرقي بتميز لولو مثلاً، لازم تلاقي صدف، كريستال، والفيروز، يعني هدول كتير بتلاقيهم أساسيين بالإكسسوارات الشرقية. أوكي. تمام. طيب. والحجار، يعني منعتمد كتير على شغلنا بالحجر. أوكي. تمام. نحن عنا كتير قطع حلوة يا جماعة وكتير بدنا نحكي عنهم واحدة واحدة. خلينا نبلش بهذا، نحن حنبلش بالقصص اللي فيها يكون أحجار. تحكي لنا حجر العقيق. حجر العقيق. كتير كتير شرقي، يعني كتير أصلاً دمشقي بتحسي. أوكي. يعني هو حجر دمشقي. يعني هلأ هاي القطعة أنا ما تركت بس العقيق يلي نحنا بالعادة منشوف القطعة بس هي ومعلقة بسنسال أو بشي. هلأ نحنا غيرنا شوي بالأفكار لحتى نساويها، دخلنا شي جديد فيها. أوكي. يعني أنا دخلت لها الكريستال معها، دخلت لها الحجار، يعني أكتر من حجر صار بقطعة واحدة. تمام. العقيق ما بتلاقوا يمكن صعوبة بتأمينه؟ ما يعني هي الأمور كلها متوفرة؟ طبعاً. لا هلأ متوفرة لما بدي أشتغل مثلاً، يعني مو دمج لهالدرجة. يعني هون أنا بدي أتعذب لحتى لاقي شيء بيشبه القطعة. أوكي. تمام. يعني لحتى أقدر أدمج بين أكثر من شيء بدي شيء بيشبه القطعة. تمام تمام. أوكي. هي بخصوص حجر العقيق. هلأ هيك شيء نحن لما نكون بدنا نلبس شيء فيه أحجار كريمة، كيف نحن برأيك الطريقة الأنسب لحتى ننسقه مع ثيابنا ويطلع، يعني كيف نقول تنعطى حقها يعني قطعة الإكسسوار؟ أوقات بتكون الواحد بيعجق حاله كتير فبتلاقي ضاع الإكسسوار وضاعت القطعة الحلوة، فنحن هون كيف ننسق خلينا نقول مع ثياب؟ بالذات القطعة الشرقية لازم تكون اللي بدي ألبسه معها هي قطعة سادة. يعني حصرا يعني في ما فيني أدمج كتير قصص، أو إني يكون لابسة طابع شرقي. يعني تمام. هون في عندي يا أما أني ألبس بالأساس طابع شرقي، يا أما أني ألبس قطعة سادة، فستان أسود سادة، بلوزة سادة. هيك يعني لحتى يبين جمال القطعة أكثر. أوكي. خاصة أنه هي قطعة عم تحكي عن حالة، يعني أنا ما في داعي
اني اعتمد على الفستان او على اللبس ليظهر لي القطعه. صح. هي ظاهره لحالها اكيد. طبعا. كمان نحكي على هي القطعه اللي معنا، هذا صدف. صدف هلا هذا صدف، ونحن كثير عنا بالساحل معروفين هدول القطع. يعني لا مستحيل اصلا حدا يطلع لهنيك غير مستحيل غير لازم يجيب معه هيك يعني قطعه سوريه بامتياز. أكيد. يعني فينا نقول عنها هيك. هلا هدول القطع، هلا في عندي قطعتين صدف اذا بنشوف. هي عملتيها كامله هون. تمام. مختارين صدف صغير هون، في الصدف هذا المكسر فينا نقول عنه. تمام. هون صدف اللي غير، يعني هلا هذا الصدف الاساسي، شكل الصدف الاساسي. عن قرب يا جماعه ببين الموضوع اكثر، ببين كثير. تمام. ايه كثير حلوه قطعه الصدف، كمان قطعه شرقيه. يعني نحن معروفين عنا بال، وحتى الشوام يعني الشام، بالشام معروفه الصناديق الشرقيه والقطع الشرقيه اللي فيها صدف. صدف. تمام. اللي بتحتوي على الصدف، الصدف كمان قطعه شرقيه بامتياز. حلوين هدول عن جد. وهي القطعه كمان في يعني فيكي تلبسيها باكثر من طريقه، هي فيكي تلبسيها مثلا مع توب بحر، مع مع توب ساده، يعني مع اكثر من طريقه فيها تقطع معنا هيك باكثر اكثر من شكل. من شكل. تمام. باعتبار نحن لسه عم نحكي شو بدنا نحكي، انا بحتار يا جماعه، انا هلا صفنت هيك يعني عن شو بدنا نحكي. كلهم حلوين. اوكي خلينا نستغل الوقت قدر المستطاع ونشوف كمان باقي القطع يلي معنا. معروف عن القطعه الشرقيه انه لازم يكون فيها لولو، يعني نحن اللولو هو كمان شرقيه بامتياز. يعني كل بتحسي حتى مستحيل بيت تفوتي من عنا من البيوت الا تلاقي لازم اساسي، يعني لازم لولو، خاتم لولو، سوارة لولو، طوق لولو، يعني هذا معروف. تمام. انا هون عندي فكره انه الواحد لما بيحط مثلا طوق فيه لولو او حتى يمكن سوار او اي شيء لا يعجقها مع شيء، يعني هون شو نعمل؟ يعني في ناس بتلاقيهم مثلا حاطين سوار لولو بس السنسال مثلا بيكون نوع حجر مثلا مختلف او شيء ثاني. فينا نحط سنسال كثير ساده وسمبل، يعني تبع انه قطعه صغيره كثير مع الاسوار اللولو او الساعه أو اللولو او العكس. تمام. هلا انا هون دامجه اللولو بشيء ثاني، هلا هون لوليه واحده مع هذا اللي كثير هو حلو، هذا اذا ببين على الكاميرا هذا هذا شو؟ هذا سلك، هذا نوع من انواع السلك. هو تمام. تمام. كمان كثير يعني كمان كثير هي هي القطعه معروفه يعني هون مبينه تماما. شايفه لها لمعه كثير عامله هيك الجو مع هلا القطعه اللولو هون انا دمجتها مع هي القطعه الشرقيه البحته، يعني نحن عندنا هذا الشكل دائما بالاطواق الشرقيه، لازم تشوفي هي التعليقه من تحت. تمام. يعني نحن هلا اليوم هيك عم نستعرض نحن وياكم مشاهدينا يمكن اكثر القصص اللي هي الشرقيه اللي هي مميزه كثير، بلكي هيك بالمرات الجاي سمية يعني بنشتغل يمكن شيء مع بعض وبنورجيكم هيك بالخطوات كيف رح نشتغل كل قطعه مع بعض. لازم يكون في عنا بالاطواق الشرقيه هو الطوق الحجر. يعني هذا كثير معروف، هذا اوكي حجر وملون، هي القطعه كثير يعني كثير شرقيه كمان كتير. وبالاضافه لقطعه الفيروز، يعني هلا الاسواره هي اللي فيروز. لا هي كثير حلوه كثير حلوه. خليني شوفيها هلا، هي قطعه بتشبه الفضه تمام بس هي مطاط. نجربها. يعني شفتي شو حلاوتها انه هي مطاط. ايه انا اول شيء سالتها لما سميه لما شفتها احنا هيك باينه معنا، اول شيء سالت قلت لها هي مطاط صح؟ قالت لي ايه. ف وهي قطعه شبيهه بالفضه تماما، يعني ايه عن جد حلوه كثير بلونها بشكلها بالفيروز اللي فيها، يعني قطعه شبيهه الفضه. هلا الشيء الثاني من الفيروز هيك، او عندنا مثلا السناسل الفيروز الثلاث طبقات كمان. هذا حلوين. يعني دائما القطعه يلي فايت فيها الفيروز فهي قطعه شرقيه بتكون دائما. ايه عن جد هذا دائما خلص هذا الشيء اللي بيميز يمكن كل القطع. انا عم شيلها هيك بتأني و لا هي ما بتنقطع علي لانه بتنقطع هي يعني. حتى عندي هي القطعه مطاط، يعني هلا يمكن هون الخيط انتو كمان هي خيط كمان. انا هدول بتعرفي اني بخاف منهم لانه بخاف يكون يعني هو الخيط بس انتو حاطين يمكن اثنين سوا. تمام. فبتقوى يعني هذا هلا هون نحن دمجنا القطع الجديده يعني نحن عم نشتغلها مطاط مع الشغلات الشرقيه. تماما. في عندك الكريستال دائما كمان موجود عندنا طوق الكريستال بكل بيت. اوكي كمان شرقيها كمان شرقي، يعني معروف هاد انه هي القطعه الشرقيه تعتمد كريستال احجار، وفي شغلات كثير دامجينها بقصص حديثه يعني الحجر مثلا. بس شوفي هلا هي قطعه شرقيه مجدده.
تمام. الحجر هو اللي يعني هو الطابع الشرقي والموديل هو الجديد يلي هو عرق الشجر يلي هلا كثير دارج. تمام. شو اكثر شيء سمية عم تحسي الناس هيك عم تلاقي في عليه اقبال يمكن بشكل اكبر او الناس عم هيك ترغبوا اكثر؟ هلا هي العالم بتحب بشكل عام القطعه الشرقيه، بتحب يعني هي القصه إلى طابعها الخاص يعني وإلى ناسها الخاصين يعني بيحبوا يشتروا قطعة شرقية. هلا أكثر شيء صاير هلا من جديد الفيروز له يعني هذا فينا نحطه بالقائمة الأولى، بعدين اللولو. يعني هدول كثير الشغلات المميزة اللي مرغوبة يمكن أكثر ومو بس الكبار يعني اللي بيحبوها، كمان حتى الصبايا الصغار بتحسيهم إنه هاي القطعة كمان بيحبوها عن جد. بس مثل ما قلتي عن جد يعني الفيروز هو أصلاً حلو، الفيروز هو وبأي قطعة دخل فيها سواء سوارة سواء ستو أي شيء هو حلو، بس هلا عن جديد عن جد عم يكون في هيك يمكن اقبال بشكل اكبر لانه عم يصير في بتعرفي هيك يعني موديلات احلى، عم يصير في هيك تشكيله اوسع فعم تصير يمكن مرغوبه اكثر. تمام. من الاحيان هدول نحكي عن الاساور لانه هدول كمان مدموجين بين الطابع الجديد والقديم. الجديد في هلا القديم في انه هن هي الاسواره اللي بكل بيت موجوده كانت اللي هي تماما السلك او معدن هي الحجر ومعه الشغلات الجديده كف او ورقه الشجر يعني هدول الجداد. يعني سمية يعطيكي الف عافيه. كثير قصص عن حلوين كثير قصص مرحنا ضعنا يا جماعه على قد ما في قصص حلوه. هي كل القطع الشرقيه عن جد كثير حلوه يعني صح. الواحد انه قد ما حكى عنها لسه فينا نحكي كمان حلقات كثير عنها. شكرا كثير لك سمية واهلا وسهلا فيكي دائما معنا. كثير حلوين القطع ورد يعني شفت على الكاميرا رائعين جدا. كنت عم شوفهم على المونيتور. يعطيكي الف عافيه سمية شكرا كثير لك. بعض الأشخاص بيواجهوا شوية مشاكل وصعوبات لما الموضوع بيتعلق بتنظيف الإكسسوارات مصنوعة من الفضة، شو هي أفضل الطرق وهل يا ترى فعلاً معجون الأسنان بيلمع الفضة ولا بيأذيها وبيخدشها؟ وهلا مشاهدينا صار وقت نشوف شو مخبي لنا الفلك اليوم. ابراجنا وحظوظنا مع المدام نجلاء قباني. صباح الخير. صباح الخير يا مدام. صباح الخير يا ورد. صباح الخير للجميع، ضلوا بخير ايامكم سعيده. يعني 27 شباط اليوم، كواكبنا فيها تغييرات طبعا مثل ما قلنا الزهره دخلت الى برج الحوت انضمت للشمس الموجوده في برج الحوت، الاكيد انه ما زال عطارد مشتري زحل الثلاثه في برج الدلو وما زال المريخ في برج الثور. هلأ دائماً هو رح يدخل 2-3 يعني هلأ الأربعة الجاي
دائما هاي الفتره انا ببلش حذر البرج اللي بعده وليس البرج نفسه. نحن وجود المريخ في برج الثور كان يحذر العقرب وبرج الاسد صحيا، هلا انا برايي التحذيرات باشرت بقى للعذراء للجوزاء للحوت والقوس على المستوى الصحي. هالناس لازم شوي ينتبهوا صحيا. اول اخباري لعزيزنا مولود برج الحمل اللي اليوم عم يتضايق من عدم المساعده، ما حدا عم بيساعده، عم بيحاول يتواصل مع محيطه، والحقيقه يوم متعب بالنسبه له، يمكن لانه فيه شغل كثير، يعني هو مضغوط شوي مولود برج الحمل اليوم، وما بعرف اذا في شيء من التعب الصحي بالمجمل. انت مهمل لصحتك، راسك، سنانك، يعني اليوم كانك فاقد للطاقه مولود برج الحمل، فحاول ان تعتمد على ذاتك. مولود برج الثور، لا الامور اليوم جيده، عم بتبرمج عقلك لتكون مسموع الصوت، مسموع الكلمه، يوم فيه حركه، نشاط، امور ايجابيه العلاقه بسفر، توطيد روابط بينك وبين الاخرين، تصحيح مسارات، يعني اليوم يوم جيد لمولود برج الثور والحظوظ مساعده. اللي ما عنده ولا تكت حظ اليوم هو الجوزاء، ما كثير مرتاح، ضايق خلقه ونازل فينا قفقفه، يعني مو عاجبه العجب على كل الاحوال. ما بعرف اذا القصه قصه نوع من انواع الضغط، قلق، تشويش، شويه عصبيه، هاي الاشياء المعتاده على فكره، ما في شيء اساسي سيء اذا انت ملاحظ، بس هو دائما يعني اليوم بالذات ممكن كلمه مني كلمه منك تاخذنا لشجار او نزاع ما لنا كثير محتاجينه. فحاول اليوم يعني تفضل العزله مولود برج الجوزاء على الاشتباك مع الناس اللي حواليك، إذا بدك تشتبك أنا مبدئياً ما عندي مشاكل. مولود برج السرطان اليوم للحركة، للنشاط، للعلاقات العامة، عم بيباشر أموره بمحبة، بتفاؤل، اليوم فيه أبواب للسعادة، وعلى كل الأسبوع القادم يعتبر الأسبوع الأفضل لمولود برج السرطان. الشهر القادم كله يعتبر الشهر الأفضل، أنا بعتبر هلأ تقريباً لبلشت السنة الإيجابية بالنسبة لأنه ما بعرف إذا شاغلته بعض الشؤون المادية أو المعنوية للأسرة لمولود برج السرطان، بس بالمجمل الأمور قابلة للانقلاب في أي لحظة للأفضل. مولود برج الأسد غالباً راجع حساباتك المالية حصراً، أنت طالع من شهر رح يضل عطارد لسه ل 15/3 في موقع غير مناسب لك، رح يضل 15/3 لسه في برج الدلو، يعني مولود برج الأسد هاي الأيام للصرف أكثر منا للدفع أو للقبض، أو عم بيرتب أمور مالية أو عم تطلع له متطلبات مستلزمات على قصص مالية، ما كتير أنا بشوفه الأريح عموماً. في أشياء ما أنا محسوب حسابها، تعديلات، ديكورات، أعطال، يعني بتصير على كل الأحوال. عاطفياً الأمور جيدة لمولود برج العذراء وإيجابية، والأوقات جيدة، يعني فايق بكير وعندك نوع من أنواع الإيجابيات، لغتك اليوم محببة ولطيفة، صداقات، علاقات، في شيء عم بيبث فيك حماس، غالباً أنت مشرق أو عندك نوع من أنواع اللباقة التي تسعدك مع الآخرين، يعني هاي الأيام أيام جيدة بالمجمل لك. الأمور ما كتير الأريح لمولود برج الميزان، غالباً اليوم عم ينتابه الحزن لأنه في شيء ما كتير مريحه. هلأ اليوم أميل أنه يكون كسول، فاقد للطاقة، ضايق خلقه، عنده نوع من أنواع العتب بينه وبين الآخرين، في حدا عم يتدخل بحياتك ربما بطريقة مباشرة، ليش عملت هيك ما عملت هيك، ليش سويت هيك ما سويت هيك، يعني هاي القصص اللي بتصير معنا. ربما فاقد الاتصالات مع أشخاص أنت تحبهم، يعني يومين بيمروا شوي فيهم كسل أو تعب أو فقدان طاقة، بس الأمور أنا برأيي كشهر جيدة جدا. عزيزنا مولود برج العقرب، أنت أكثرنا تعبا اليوم مع أنه يوم اجتماعي بامتياز، بس أنا بشوف لسه الأمور ما كتير مستقرة بالنسبة لك. هلأ اليوم بالذات إذا عم نحكي على اليوم، فاليوم فيه تنقلات، أخبار حلوة، فيه نوع من أنواع التفاؤل، فيه أصدقاء أنت بتحبهم عم يحكوا معك، عم يتصلوا فيك، في ارتياح عموما بالنسبه لك، في قصه العلاقه بسعاده، ما بعرف اذا عم ترتاد شي مكان ترفيهي مثلا، حدا مدللك مغنجك عازمك شي عزيمه او انت حابب تروح مع شي رفيق. اليوم مولود برج القوس الحقيقه مضغوط جدا، قرارات عم بتضايقك، نوع من انواع المشاكل الصغيره، احيانا بنطلع من البيت سيارة بنلاقيها الدولاب يعني نازل،
زحمة، يعني هاي التفاصيل الصغيرة اللي أحياناً بيكون اللي بتعمل اليوم مو كتير مريح. اليوم من هذا النوع عند مولود برج القوس، وخاصة أنه هو بالأصل حدا من محبين الكمال دائماً، أنه لازم الأمور على المسطرة، هذا بيصير وهذا ما بيصير، فهو اليوم إحساسه وكل شيء حواليه هذا ما بيصير ينعمل. فروق علينا شوي وهدي، وكلياتنا قابلين للأخطاء، ما في حدا فينا كامل، ومن المريح بمثل هذه الأيام أن نغفر قليلاً. مولود برج الجدي اليوم الأمور جيدة جداً بالنسبة لك، لقاءات، علاقات، عم تحلم خلال الأسبوع القادم بورقة رح تساعدك، بظن إذا في عندك هيك قصة فرح تكون بآخر الأسبوع، أو إذا بكرة إذا ظرفك يسمح، يعني ما في مشاكل عندك، على كل مبسوط بمن حولك وأنت أكثر دبلوماسية أكثر هدوء، يعني على الأقل ما في عوائق حوالين مولود برج الجدي بهاي الأيام. بس إذا بدك نصيحتي يعني خلص أمورك بهاي الفترات، خاصة بكرة. يعني اليوم في دعم ومحبة حوالين مولود برج الدلو، في خطوات ناجحة، نوع من أنواع المصالحات ربما، بس أنا بشوف وضعه المالي هو الأفضل. أفضل شيء بهذا الشهر القادم هو عاطفياً مالياً، فحاول أنك يعني تشد بهذا الاتجاه، لأنه الأمور إيجابية، عم تمنح الحب لمن حولك وعم تتلقاه مولود برج الدلو، في ناس إيجابيين قادرين على مساعدتك بهي الأيام. يعني تأجيل أو تأخير لمولود برج الحوت أو نزاع محتمل بينك وبين الآخرين، خاصة هدول الآخرين المقربين، يعني أحد الأولاد، زوج، زوجة، أهل، زملاء بالعمل. يفترض اليوم سبت ما في عمل إلا إذا كنت مثلنا ما عندك عطلة، بس اليوم فعلياً في نوع من أنواع التعب. أنا أقولي إنك تكون أهدأ اليوم مولود برج الحوت وما تصطدم بمن حولك، فكلنا هاي العبسة شوي. مولود 27 كل عام وانتم بخير، ضلوا دائماً مبسوطين، عتيق الطراز كلاسيكي التفكير يؤرقه دائماً بكرة بعد بكرة بعد بعد بكرة، بيحب يأمن مستقبله لأواخر عمره، من الأشخاص اللي بيتوازنوا بالمصروف، هلا هو كريم بس بيحاول يعمل نوع من أنواع التوازن، يبحث دائماً عن الكمال بحياته طبعاً حسب حجمه، صموت بالمجمل، لا يحب التافهين أو الثرثارين، بحب السلام، يقابل الشجار بالصمت، ما تدوري على تغييره، ما رح يتغير طول العمر، خلص هو حدا بيحب العمل، بيحب الأولاد، بيحب العيلة، وبيمشي على نفس الروتين طول العمر عموماً، على كل عنده ذكاء وعنده ثقة بالنفس. سنة مهمة لتغيير أنا بظن بالعمل، خاصة هلأ هالثلاث أربع شهور القادمة، غالباً إذا عم تشتغل بسفر، بتجارة، بشؤون خارجية، بتعليم، فغالباً الأمور رح تكون إيجابية. هي هاي الفترات للتعارف على كل العابر أو لترتب أمور العلاقة بالمال، الأمور المالية تعتبر الأفضل خلال الأشهر القادمة. شوي لازم ننتبه صحياً. يسعد صباحكم وتضلوا دائماً بخير، وأكيد رسائلكم على 18-45 من أي موبايل داخل سوريا. يوم، شهر، سنة واسم يا نهلة، يوم وشهر وسنة واسم. تمام 97 عم بيسألني مع صبية، يعني علاقة ضمن إطار الجيد يا تمام. أنا دائماً بقول السرطان والجدي إحدى العلاقات الجيدة والأكثر دواماً، بتفهمك بدون ما أنت تحكي، وأنت أصلاً قليل الكلام، يعني ما كتير بتحب إنك تبعد، الصبح بحبك، المساء بحبك، فهي بتعرف تماماً بتفهمك يعني، وهي شغلة إيجابية. بس المشكلة إنه صينياً أنت من الأشخاص اللي كتير متوازنين اقتصادياً، هي بقى حدا كتير كريم ومحب للرفاهية. هلأ قدي بقى هاي القصة بتزبط معك بعلاقة زواج، بدك تشوف بقى أنت قدي الأمور بالنسبة لك ممكن تاخد طابع زواج. فينا ناخد؟ حاسستك أنا هيك يعني مشاركات كثيرة على صفحتنا على الفيسبوك. رح ناخد ليلاس 30-9-94 حابة تسأل عن كل شيء، شو في ناطرة هالسنة كمان؟ سنة جيدة يا ليلاس، أحد الأعوام الأفضل بالنسبة لك، حاجتك السنتين الماضوا كانوا للتعب، حاج هاي السنة بقى وما بعد أمورك جيدة جداً، وأنا بظن يا ليلاس عندك نوع من أنواع التغييرات المهمة بالنسبة لك، يعني السنة حاملتلك مبروك بقى، شوفي على شو الله يقدم لك في الخير يا رب العالمين. حنان بنت روعة، حنان سنة ضاغطة مثل الشهر الماضي، شفتي الشهر الماضي طوال السنة تقريباً أنت هيك، هلأ بتزيد شوي بتنقص شوي، أكيد ما رح تضل السنة كلها مثل الشهر الماضي، شباط أنا قصدت، هلأ جايكي أشهر أخف، بس بالمجمل العام ضاغط، لا تطلعي بخسارات،
لا تسمحي لحدا يكذب عليكي أو يحتال عليكي أو يوعدك وعود ما كتير صحيحة. حتى مواضيع الحب والعواطف والارتباط وهي أكثر شيء وارد هذا العام، لكن ما حينول كتير رضاكي. فالله يقدم لك كثير خير ويفرح قلبك وقلوبنا ويجعل أيامكم سعيدة. آمين يا رب. شكرا كثير لك مدام. شكرا كثير لك يا مدام. حجار القلعة مع الشيف راني، كيف عم يقدمهم؟ تفضل يا شيف. شكرا ورد. رجعنا لكم هلا لنشوف الشكل النهائي لطبق اليوم اللي هو حجار القلعة. نحن انا عملت صينيتين، صينية رشينا عليها سكر بودرة طبعا حسب الرغبة، وصينية قدمناها بهالشكل. طبعا نحن قلنا فينا نعمل نزيد الكاكاو او نخلي العجينة على شكلها. هلا هيك صار عندي حجار القلعة جاهزة وصار وقت الاكل. وصحة وميد هنا للجميع. شكرا لك شيف. يسلموا ايديك شيف. وفي ناس بحطوا لها مربايات، انواع مربى كمان. تماما. لما بتكون ناشفه وما عندنا كاكاو او حتى جوز هند او حتى سكر. على كل حال في بدائل كثير بالبيوت السوريين. موعدنا بيتجدد معكم بكره 9:30 صباحا، فكونوا على الموعد. تبقوا بألف خير. باي باي.